كان هذا حول مضامين ميثاق العمل الوطني وما نص عليه دستور المملكة، حيث شهدت البحرين تطورا وتقدما أمنيا وعسكريا رائدا. كان ولا يزال الحصن والدرع المنيع ضد أي مخاطر تهدد الأمن والاستقرار في المملكة، حيث عملت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين على تطوير وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها الوطنية لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب الوطني. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيدة نانسي خضوري، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. بداية نسأل عن دور الميثاق، ميثاق العمل الوطني، فيما يتعلق بترسيخ الأمن الوطني. أستاذة ناسي، شكرا لكم على هذه الاستضافة. وحين نتحدث عن علاقة ميثاق العمل الوطني بالأمن الوطني، فهنا نحن نتحدث عن الأساس الذي وفر مقومات تحقق الأمن والاستقرار، حيث شمل الميثاق ضمن فصوله الرئيسية عناصر بناء الدولة الحديثة، والتي أفردت مساحة منظمة في إطار السلطات الثلاث، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لتقوم بدورها وفق أحكام الدستور والقانون، وأن تتضافر كل الجهود من أجل تقديم كل ما هو أفضل لتقدم وازدهار المملكة على كل المستويات والأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وغيرها. وهنا لابد من الإشارة إلى منظومة التشريعات والقوانين الوطنية المتكاملة التي تدفع نحو التنظيم وضمان الحقوق والمشاركة وتجويد العمل الوطني وتحفيزه بحالة إيجابية متميزة، مما أسفر عن الاستقرار المجتمعي وسيادة حالة التعايش والاندماج والتعاون بمساندة وشراكة فاعلة من المجتمع المدني ومؤسساته. اليوم ولله الحمد وبفضل ما نتفق عليه وطنيا، وفي ظل حالة الوعي والسلوك المجتمعي الراقي الذي يتمسك بسيادة القانون والاحترام المتبادل ودوام الأمن والأمان، أصبحنا ولله الحمد وبفضل الدعم والمبادرات السامية من لدى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، نتقدم بمبادرات إقليمية وعالمية لنشر السلام والمحبة والأمن والتعايش، ونبذ الصراعات ووقف الحروب والخلافات، وتقديم لغة الحوار والعمل المشترك من أجل استقرار وازدهار الأوطان والشعوب. نعم سعادة السيدة نانسي خضوري، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.